الله عز وجل ياخد ايه صوت الرحمن كل يوم هو في شأن. ده اسمه القضاء اليومي، كل يوم في مسألة. وفي حكاية لطيفة عن أبي حامد الغزالي، يقول أبو حامد: كنت في الدرس يحضر لي من بين الحاضرين 500 عالم من ضمن التلاميذ، ما شاء الله، لو وزع علم واحد منهم على أهل الأرض ما بقي واحد جاهلا بالله، ما شاء الله. فخفت أن يدخلني غرور. هو يحدث نفسه على أنا يحضر، وإذا بسائر الناس، شوف الرسالة جاية على طول فورا: يا أبا حامد، يقول ربنا كل يوم هو في شأن، فما شأن ربنا اليوم؟ سؤال يعني مفاجئ صعب مش سهل. أبو حامد لأنه عالم قال: أخبرك غدا إن شاء الله، أراجع المسألة وأشوف، ربما ربنا يهبني سبحان الله الإجابة الصحيحة. في اليوم التالي نفس السائل: يا أبا حامد، كل يوم هو في شأن، ما شأنه اليوم؟ غدا إن شاء الله. ثلاثة أربعة أيام أبو حامد عاد إلى البيت وقال: يا رب دلني على الإجابة حتى لا أحرج أمام المريدين والتلاميذ. قال: فنمت قبل الفجر فرأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا حامد، إن جاءك السائل يسألك غدا فقل له إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها. يبديها يعني يظهرها، ولا يبتديها لأنه هو الأول والآخر، ليس هناك أول عندنا، هو الأول والآخر والظاهر. إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين، هذا شأن الله. نعم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تعز من تشاء الملك من تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء. نعم. طيب. فقال أبو حامد: فلما جلست في المجلس بادرت وقلت: أين السائل؟ مع الإجابة ومن الكنترول، يعني الإجابة من منطقة الله. نعم. قال: ما سؤالك أمام الناس؟ قال: سألتك كل يوم هو في شأن، ما شأن الله اليوم؟ قال: إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. قال: يا أبا حامد السائل، أكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام. الله الله. فهم درجات الله، ما شاء الله، ما شاء الله، الله. الله فتح الله عليه. لأن الله خبأ وليه في عباده، فلا تحتقرن من عباد الله أحدا فربما هو ولي الله. لو تنظر للناس نظرة، الكلام ليس لك فقط وليس لي فقط، لنا وللمشاهدين والمشاهدين، لو حد يحتقر حد كم تزدري أعينهم كثيرا من الناس. أبدا أبدا، هذه مصيبة. لأن يعني لا تدع يقين ما عندك لشك ما عند الناس. يا سلام. لا تدع يقين ما عندك، بمعنى انا عندي يقين ان انا انسان مذنب مخطئ عندي عيوب كذا وكذا، هذا يقين. نعم. لظن ما عند الناس، الناس تظن فينا خيرا، وقتنا في المسجد ما شاء الله، بعدنا نتكلم ما شاء الله. يا اخي، احترام الناس لنا كما قلنا بقدر ستر الله عيوبنا عن الناس. الله اكبر. فلنحمد من ستر. الحمد لله. فلنحمد من ستر. الحمد لله. نعم.